السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وعافية. جيتكم في فيديو جديد، فيديو جماعة حيفيد كمية من الناس، فرصة قد تكون يا جماعة يعني في ناس كثيرة في أمس الحوج إليها في الزمن ده. أنا حاليا بصور لكم الفيديو من جامعة خبي يونيفرسيتي اللي هي بالصيني خبي داشة، اللي هي بتقع في مدينة باودينغ، مقاطعة خبي قريبة من بيجينغ جدا، او المقاطعه لصيقه ببيجينغ طوالي من جهه الشمال. يلا يا جماعه، الجامعه دي جامعه عريقه جدا، عمرها اكثر من 100 عام، لي 4 سنوات بدرس فيها، فالدراسه فيها ممتازه جدا، البنيه التحتيه بتاعت الجامعه ممتازه جدا، مستوى الجامعه برضو لا باس به. المره دي يا جماعه جبت لكم فرصه بتاعه دراسه في الجامعه دي ذاتها، لكن على النفقه الخاصه. الجامعه دي فاتحه يا جماعه مقاعد لكليه الطب. طبعا يا جماعه الفرصه دي ليه تعتبر هي فرصه ممتازه جدا؟ لان يا جماعه السعر يعني قد يكون affordable، قد يكون في متناول يد العديد من الناس. يلا يا جماعة، في كل سمستر بيفتحوا فرصة بتاعة قبول، وحاليا يا جماعة برضو الفرصة قبول الطلاب الجدد برضها فاتحة شهر لي قدام. معلش أنا جبت لكم الفيديو متأخر، لكن يا جماعة أنا يعني جاتني الفرصة دي عشان أتكلم عن الموضوع ده متأخرة جدا، برضو شهر ممكن تكون كافية، الكمية من الناس ممكن يلحقوا الفرصة دي. طيب يا جماعة خلينا نجي نتكلم عن requirements بالنسبة لي الدرجة دي أو درجة بكالوريوس الطب. الريكويرمنت أو المتطلب الأول بالنسبة للدرجة دي اللي هي يا جماعة المطلوب بتاع العمر، مفروض العمر يا جماعة ما يكون أكثر من 25، يعني ماكسيمم أو الحد بتاع العمر هو 25. بالنسبة لي يا جماعة المتطلبات بتاعة النتائج اللي هي جماعة انت مفروض تكون في امتحان الشهادة الثانوية تكون على الأقل مينيمم، يعني جماعة الدرجة بتاعتك أو المجموع بتاعك ما يقل عن 60%. يا جماعة حرفيا دي فرصة ممتازة جدا. الريكويرمنتس بتاعتها يا جماعة المتطلبات بتاعتها السقف بتاعها ما عالي جدا، فيا جماعة ناس كثيرة ممكن تفت في الفرصة دي. يلا يا جماعة خلينا ندخل طوالي على متطلبات الدوكيمنتس أو متطلبات المستندات المطلوبة للتقديم في درجة بكالوريوس الطب. المتطلب الأول يا جماعة تعمل سكان للجواز أو جواز السفر يا جماعة، على الأقل يكون عنده validation بتاع سنتين لقدام، يعني على الأقل يا جماعة مفروض يكون فاضل له سنة وينتهي أو 6 شهور وينتهي، فكده ما مطلوب. المتطلب الثاني يا جماعة برضو تعمل سكان لشهادة الثانوي وكشف الدرجات بتاعت برضو امتحان الشهادة الثانوية. المتطلب اللي بعديه يا جماعة شهادة اللياقة الطبية. نكس المتطلب اللي بعديه يا جماعة الابليكيشن فيس اللي هي 800 يوان، انت مفروض تدفعها كابليكيشن فيس غير مستردة. المتطلب اللي بعديه يا جماعة 4000 رمبي أو يوان يا جماعة ديبوزيت أو يا جماعة أمنية مستردة في حال الرفض. 4000 يوان دي جماعة عبارة عن ديبوزيت أو أمنية، في حالة الرفض هي ريفندبل أو مستردة. المتطلب اللي بعديه يا جماعة سكرين شوت للمعلومات بتاعت حساب السكايب بتاعك عشان للانترفيو، فلازم يا جماعة لو ما عندكم سكايب ممكن تنزلوا التطبيق وتعملوا اكاونت، يعني الموضوع ده يكون جاهز عشان يا جماعة الانترفيو عندهم تطبيقات معينة وهم محددين بالتحديد تطبيق السكايب. يلا يا جماعة بعد القبول إذا عملت باس للانترفيو مفروض يا جماعة تجيب يا جماعة شهادة حسن سير وسلوك اللي هي يا جماعة السجل الجنائي اللي هي non criminal record، مفروض انت يا جماعة تكون مجهزه ده بعد يا جماعة ما انت تعمل pass للانترفيو. برضو يا جماعة من الخطوات بعد ما تعمل pass للانترفيو مفروض يكون عندك يا جماعة شهادة دخل اللي هي bank statement او حساب بنكي يكون يا جماعة at least فيه 25
$25,000 أو $25,000. الشرط الأخير يا جماعة اللي هو شهادة من ولي الأمر أو الجارديان ستيتمنت، اللي هي جماعة دي للناس الأقل من 18 سنة. أنت مفروض تكون ولي الأمر بتاعك يكتب ستيتمنت إنهم مسؤولين منك مسؤولية تامة وكل الحاجات دي. فدي كل الشروط يا جماعة، ودي كل الريكوايرمنتس المتطلبات بالنسبة لدراسة الطب في جامعة خبي. يلا يا جماعة خلينا نيجي نتكلم عن الرسوم الدراسية بالنسبة لبكالوريوس الطب، اللي هو يا جماعة بيستمر لست سنوات. ممكن يا جماعة الناس تدفع سنويا الرسوم، وإذا أنت مثلا حابب تدفع يا جماعة كلها ون جو برضو كلها يعني it's possible. الرسوم بالنسبة للسنة الدراسية اللي هي 18,000 يوان أو 18,000 رمبي. فصعب يا جماعة إنك تلقى دولة يا جماعة يكون فيها بكالوريوس الطب بالسعر ده، فجد يا جماعة سعر ممتاز جدا. الحاجة دي يا جماعة الرسوم الدراسية. يلا يا جماعة رسوم السكن هي 3500 برضو جماعة، حاجة ممتازة جدا. الغرف برضها ممتازة، بعد ذلك بتختلف أسعار يا جماعة إذا أنت عندك متطلبات معينة للغرفة. فدي كل التفاصيل يا جماعة اللي حبيت أتكلم عنها في العرض ده بالنسبة لبكالوريوس الطب في جامعة خبي يونيفرسيتي. فيا جماعة إذا أنتوا عندكم أي سؤال أنا بخدت عليكم رقم الهاتف، فيا جماعة ممكن تتواصلوا معي على الواتساب. بعد كده يا جماعة أنا بوريكم أو بتكلم لكم عن كل التفاصيل التانية لو عندكم أي أسئلة أخرى. شكرا جزيلا على المتابعة، لحد ما نتلاقى في فيديو تاني. أبقوا بخير.